لمناقشة الحل السياسي للأزمة السورية ومخرجات مؤتمر روما ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أستاذ ياسر أهلا بكم. يعني خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين ونظيره الإيطالي دي مايو، أكد وزير الخارجية الأمريكي على أن السبيل الوحيد للتسوية السياسية في سوريا هو التصالح والسلام. هناك تغير في النبرة الأمريكية، لكن هنا إلى أي مدى ترى أن المعطيات على الأرض تؤهل لتدشين حل سلمي مستدام في سوريا؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. يعني نستطيع أن نرى أن حتى هذه اللحظة إدارة بايدن لم تصدر بشكل واضح خطة لحل ما يحصل في سوريا. يعني الإدارة الأمريكية لا تزال حريصة على أن لا تصدر موقفا واضحا حول رؤيتها للحل في سوريا، يعني تركز في تصريحاتها على الملف الإنساني وتركز على القرار 2533، في حين أن من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي راعية لعملية السلام والتفاوض في بالشأن السوري وهي حريصة على ما يعرف على تطبيق القرار 2254، وهو المفروض هو بوصلة الحل بالنسبة للدول الراعية وللأمم المتحدة. أتصور أن الإدارة الأمريكية أظهرت حتى هذه اللحظة كما ذكرت يعني موقفا بالنسبة للحل الإنساني أو بالنسبة لعدم التصعيد بالنسبة للشأن الإنساني، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تدفع بأي حل باتجاه تطبيق القرار 254. يمكن أن نقول أن ما حصل في روما هو يعني يجمع ما بين ما يعرف باجتماع لمكافحة الإرهاب ويجمع على إعادة تفعيل ما يعرف بالحل الإنساني. الجميع يعلم أن الإدارة الروسية يعني تعلق كثيرا وتحاول تسويق كثيرا بالنسبة لأن هذا النظام يمكن أن يتم تأهيله من جديد وأن يكون منطبطا بالقرارات الدولية، ولكن هذا الأمر لا ينطلي على أحد. نحن نتكلم عن سنوات كثيرة، 6 سنوات إلى 7 سنوات يمارس فيها النظام أسلوب المماطلة وعدم الانخراط بالحل السياسي. طيب. وروسيا غير مكترثة بدماء السوريين والحالة التي وصلت على ذكر على ذكر روسيا، يعني هناك حديث عن تفاهمات بين روسيا الفاعل الحقيقي والمؤثر في سوريا من جهة وبين الولايات المتحدة على موضوع إخراج بشار الأسد من المعادلة السياسية لإقرار الحل السلمي، لكن هنا ما المقابل الذي سترضى به روسيا لكي تضحي ببشار الأسد؟ يعني منذ بداية التدخل العسكري بالنسبة لروسيا 2015 كانت تعلم أن بشار الأسد أصبح ورقة من أجل تحسين ظروف روسيا في الإقليم. نعلم جميعا أن هذا التدخل رفع يعني حالة الإقصاء وحالة الحصار التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبا على روسيا كونها احتلت ما يعرف بشبه جزيرة القرم. لذلك روسيا وجدت في سوريا نقطة خلاص وجسر للعبور من أجل تفاهمات جديدة بينها وما بين الدول الغربية لم تصل إلى المستوى المطلوب. لذلك لا تزال القضية السورية وورقة بشار الأسد هي ورقة على طاولة المفاوضات التي تطرحها طالما طرحتها روسيا من أجل تحسين ظروفها على المستوى الإقليم ليكون لها الدور فاعل بشكل أكبر. أنا بتصوري بشار الأسد لا يعني لا يمثل ثقلا حقيقيا بالنسبة لروسيا، كون أن روسيا أصبحت على أرض الواقع، القوات الروسية والقاعدة حميميم هي التي تدير المعارك على الأرض. بشار الأسد لا يستطيع أن يقول لبوتين أو لأي حاكم، يعني الحاكم السوري الممثل لروسيا في سوريا لا يستطيع بشار الأسد أن يقف أمامه موقفا نديا. لذلك أنا بتصوري تنتظر روسيا أن يدفع الثمن المناسب ولم تفرط ورقة بشار الأسد إلا في حين تحصيل ثمن الأمثل لها، ولكنها في النهاية له ثمن ويمكن أن يطرح على الطاولة متى كان هذا الأمر بحقيقة. أستاذ ياسر، إذا كان الحل السلمي للأزمة السورية هو اتفاق الفاعلين الدوليين اللي هي روسيا والولايات المتحدة، طيب بماذا تفسر إذن حديث جيمس جيفري حيث قال إن روسيا تريد إخراج أمريكا وتركيا من سوريا؟ ما معنى ذلك؟ يعني أنا بتصوري لطالما كانت تصريحات جيفري في السابق عندما كان فاعلا حقيقيا على أرض الواقع السياسي كانت يعني تصريحاته تمثل معسكرا أو زاوية معينة
من الإدارة الأمريكية، نعلم أن هناك يعني حالة يعني تنابز، يعني جيفري يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون أقرب لتركيا، ويعتبر أن تركيا يعني لا يمكن أن يفرط بها أمام الطرف الروسي، وهو يعني له علاقات خاصة ومميزة. ولكن في النتيجة ما وجدنا أن تصريحات جيفري عندما كان فاعلا رئيسيا يمثل الإدارة الفاعلة الأمريكية. أنا بتصوري جيفري متخوف، لا يزال يتخوف الآن حول أن روسيا ليست يعني لا يمكن إلا أن تسحب الشريك التركي، وبالتالي هو يريد أن يوضح أن تركيا يعني تنسى وراء روسيا حول مشكلة قد تتفاقم ما بين تركيا والناتو والولايات المتحدة. أنت تعلم أستاذ ياسر بأن إيران هي جزء من معادلة الصراع في سوريا، وأيضا يعني لها أطماعها التي تقاتل من أجلها في هذا البلد العربي، لكن هنا كيف تقيم تعاطي الفاعل الدولي مع العنصر الإيراني في الأزمة السورية؟ يعني يمكن أن نقول أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ أوباما ومن بعدها ترامب والآن بايدن يعني تتخبط بشكل غير يعني منضبط كقوة عظمى أمام الملف الإيراني والعلاقة مع إيران. أنا بتصوري إدارة بايدن حتى هذه اللحظة ترى أن طريق المفاوضات مع إيران ليس يسيرا، وخصوصا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، ولكن بالنتيجة إدارة أوباما أطلقت يد إيران في المنطقة ككل. هذا ما وجدناه في العراق، وهذا ما وجدناه أيضا في سوريا. لذلك ليس من السهل على الإدارة الأمريكية الحالية أن يكون دورها جازما وحاسما أمام ما يعني قوى إيران التي أصبحت يعني أمرا واقعا. وجدنا أن هناك هجوم عسكري وحالة عسكرية لأكثر من مرة، وخصوصا إدارة بايدن منذ يومين كان هناك استهداف لحال الميليشيات، ولكن بتصوري نعلم جميعا أن إدارة أمريكا لا ترغب بوجود ميليشيات مدعومة من قبل إيران، ولكن إيران لا تستطيع أن تتخلى عن هذه الميليشيات كونها تعتبرها نقطة تثقيل لها في المناطق خارج إيران. من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، شكرا جزيلا لكم.